يا بسم الله. طيب بدي احكي لك، بتقدر تحلها بطريقه ثانيه، طلع الجواب 20. وعلى فكره انا هاي قاعده، يعني هاي بتصير زي قانون، يعني لام نون وواحد يساوي نون، بدون ما اطبق اي قانون، بدون ما اسوي اي شيء، هاي بتصير زي قانون. طلع يعني على طول اذا متذكر علمتك شيء، قلت لك مثلا لو بدك تجيب 3 6 و2، حكيت لك بتبدا ب 6 بعدين تضرب في الاقل منها بواحد. طريقة ثانية بدون ما اطبق هذا القانون اللي هي مضروب نون على مضروب الفرق. يلا حل لي رقم 2 خلني اشوفك. طب اللي بدك اياه. ومنها عمار راح ناخذ لام نون ونون لها قانون. الناس نسوي لام 9 و9 راح نسوي قانون لمين؟ للام نون ونون. يعني نون 9 نون 9 ب مضروب 9 اذا مضروب 9 على مضروب ايش تحت؟ على مضروب وين ال 8 ناقص مين؟ ناقص مين؟ النون لا 9 ناقص 1 اللي هي 8 مضروب 8 لا ها خربطت نون هاي هي نون 9 وهاي هي ميم ميم انا قاعد اطلع على خربطة خلاص هاي عشان ما تخربطناش احكي على مضروب 9 على لا على 9 مضروب 9 ناقص مضروب 9 انا حليت كامل صفر لانه 9 ناقص 9 راح تعطون ناقص لسه بعوض بالقانون بعوضها بالقانون سريع على السريع خليك يلا طيب مضروب الصفر قديش؟ مضروب الصفر صفر حافظينه صفر واحد 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 صفر واحد يلا اذا صارت الجواب مضروب 9 طبعا هاي كبير يعني حتى تطلعها بدك تحسبها يلا احكي لي شو مضروب 9 كيف بحسبه 9 ضرب 8 ايوه ضرب 7 6 5 الى 1 ايوه في 4 في 3 في 2 في 1 بديش الجواب انا بس انا هنا بدي اعملها كقاعده لام نون ونون بيساوي مضروب نون لام نون ونون مضروب نون مضروب نون قاعدة هاي يعني انا هاي المسألة لو جيت احلها من البداية كان قلت مضروب 9 على طول وهاي كان كتبت جواب 20 على طول بدون ما سوى له قانون من خلال هذول القانونين الجداد هذول عبارة عن خواص مشتقات من القانون الاصلي الرئيس يعني يسوي لي لام 25 وصفر ومنها بدنا نطلع لام نون وصفر شو قانونها طيب نون مضروب على 25 مضروب ال 25 على 5 مضروب ال 25 ممتاز قديش مضروب ال 25 تقسيم مضروب ال 25 24 0 لا 1 1 مش يكون البسط لما يكون الارقام بيطلع 1 1 1 اذا شو الجواب 1 اذا هاي قاعده لام نون وصفر يساوي 1 دوما لا نون وصفر شو بطلع الجواب واحد بطلع واحد دوما مش بس لام السؤال لأي سؤال مفهوم إذا صار عندنا لا نون وواحد لا نون ونون لا نون وصفر هذول زي ما تقول في إلن خواص مشتقات من مين من القانون الأصلي طيب سوي لي لام ستة واثنين يلا على السريع لام ستة واثنين مضروب ستة على احسبها بعقلك واحكي لي الجواب يعني احسب لي شو على مضروب الأربعة ليش مضروب الأربعة برافو عليك لأنه على القانون 6 ناقص 2 4 يلا كمل الحسبة هسه مضروب الستة ضرب مضروب الخمسة 6 لا احكي كويس مش مضروب الستة قول 6 ناقص ضرب 5 ضرب 5 ضرب مضروب الأربعة على 4 اشطب الأربعة بالأربعة مضروب 4 على مضروب 4 مضروب الأربعة مضروب الأربعة بصير واحد اختصار شو بيطلع الجواب النهائي يساوي ستة خمسة خمسة كم ثلاثة أيوة هيك تكتبها في الامتحان حلو الحكي أفوك. ذكرنا أشياء زي هيك نعم يلا اللي بعديها إذا كان
ثلاثة هاي نحل هذا السؤال. إذا كان ثلاثة لام ستة ميم يساوي 90 فما قيمة ميم؟ ولام ستة وميم يساوي 90 فما قيمة ميم؟ يعني طيب شو بقول لك؟ بقول لك هو ثلاث مش عارف ليش ثلاثة وش معي ثلاث لام ستة وميم يساوي 90. أنا بدي ميم ها قديش؟ أول شغلة حتى تقدر تحل هذا السؤال أسهل طريقة إنك تخلي لام تصير بطرف لحالها. ما تحط يعني ما تخلي إشي مضروب فيها ولا كذا، هون مش في ضرب. تقسم على ثلاثة طرفين. حلو الحكي؟ زي معادلات، زي كأنك تحل معادل. هي معادلة أصلاً. يلا لام ستة وميم يساوي 30. 30. 90 على 3 30 مبين. الآن عندك أكثر من طريقة تفكر فيها، يا إما بترجع هاي للقانون وتحل على القانون وهي طريقة يعني هي الأقوى وهي الأدق وكل شيء، لكنها مرات بتكون صعبة. لكن مسموح لنا طريقة ثانية إن نجرب محل ميم أداة. يعني ميم راح تكون يا صفر يا واحد يا اثنين يا ثلاثة يا أربعة يا خمسة يا ست. سؤال، هل ميم ممكن تكون ستة؟ لا، لأنه لام ستة وستة قبل شو حكينا عنها، قديش تطلع لام ستة وستة؟ نرجع للقانون بالله قبل شوي اللي سويناه، لام نون ونون شو طلعت؟ مضروب نون. مضروب نون ستة مش 30، إذا أكيد لا. مش طبعا تفهم شو اللي سوينا؟ قاعد بجرب فاهم عليك. لو حطينا ميم خمسة تنفع، خلينا نجرب شو هي. طيب احسب لام ستة وخمسة. لام ستة وخمسة يعني راح تكون مضروب ستة. مضروب ستة على مضروب ايش؟ مضروب واحد. واحد بيطلع مضروب ستة. مضروب ستة غلط. طيب شو تسوي؟ نجرب أربعة. أكيد راح تعطيك عدد كبير يعني. طيب ليش ما نجرب بالعكس؟ نحط صفر مثلا. لام ستة وصفر شو بيطلع الجواب حسب ما أخذنا قبل شوي؟ لام نون وصفر واحد، الجواب بيطلع واحد. واحد اذا صفر عشان الصفر واحد. لا طب نجرب، خلينا نجرب واحد. لام ستة وواحد. انا قاعد بحكي لك يعني طريقه طويله، بس انا ممكن احلها اسرع بكثير من هيك. هسه بقول لك احلها، بقول ستة بس لحالها، لام ستة وواحد بيساوي ستة. طب الجواب هنا ايش؟ ثلاثة. طيب اذا لام ستة وصفر ما زبطتش ولام ستة وواحد ما زبطتش، شو رأيك نجرب لام ستة واثنين؟ اثنين. شو بطلع عندك؟ اثنين مضروب ستة، ستة في خمسة. أنا هاي الطريقة اللي بدي أحكي لك عنها. أنا عندي طريقة ثانية للتبادل، بدل ما أجي أطلع عليها إنها مضروب على مضروب، باجي بقول أنا بدي أبدأ بالعدد الأصلي اللي هو الستة. أمشي عددين بس مرحلتين. أبدأ بالستة وبضرب العدد اللي أقل منها بواحد اللي هو مين؟ خمس. الخمس ستة في خمس بطلع قديش الجواب؟ ستة ثلاثين. بطلع ثلاثين مظبوط ولا غلطان أنا؟ مظبوط. طلع ثلاثين، إذا أنا هذا اللي بدي إياه. طب كم حطيت محل ميم؟ طلع قديش حطيت محل ميم؟ اثنين. إذا ميم تساوي اثنين. أحل لك إياها بسرعة هسه بالطريقة السريعة اللي مش أقعد أجرب. أنا قسمت على ثلاث الطرفين الأول، أول شيء هاي سويتها، بعدين باجي بتطلع على الثلاثين وبسأل حالي بقول الثلاثين لو حللتها. تعرف التحليل هذا؟ حلل العوامل الأولية، أسهل إشي إنك تحلل العوامل الأولية. بتقسم على اثنين 15. ممتاز. بتقسم على ثلاث 5. على خمسة 6. ممتاز. بس لاحظ إنه اثنين ضرب ثلاث عبارة عن إيش؟ ستة. يعني الثلاثين كأنها ستة في خمسة. فهمت انت كيف؟ فأنا فعليا مشيت كم خطوة؟ ستين. مشيت خطوتين، إذا الميم لازم تكون اثنين. صحيح. يعني خلاص أقول لك إياها بطريقة عامة، أسهل إشي عليكم أنتوا تحلوها بهذا النوع من المسائل إنك أنت تحلها عن طريق التجريب. صحيح. باستمرار.
انا بقول لما بتقدر تجرب خليك ذكي يعني، ما تقعد ساعه وانت تجرب. مع الممارسه بتلاقي حالك يعني حليت. بس الارقام تتكرر بالضبط، يعني بيجيبوش اعداد كبيره هم، لكن لو نحلها بشكل عام نسويها معادلات. بديش احلها بالمعادلات، انا بديش ادخل شغله المعادلات. يلا شوف لي هاي كم كلمه. طبعا من ثلاث حروف يمكن تكوينها من مجموعه الف باء جيم دالها. هاي بحلها بطريقتين، يا مبدا العد العام يا التباديل. انا علمتك على مبدا العد العام، بتذكر الاعداد لما قلت لك كون اعداد مكونه من ربعين. بقدر افكر نفس الطريقه وهي اسهل واحده ترى. شو هي؟ طلع كيف بعمل، بقول انا بدي اعمل الكلمه من كم حرف؟ من ثلاث. ممتاز. هاي الحرف الاول، حرف رقم واحد، وبقول لك الكلمة مش ضروري يكون لها معنى يعني، بس المهم انها تصف لك ثلاث حروف جنب بعض. طيب الحرف الاول بكم طريقة بتقدر تشغله؟ الحرف الاول خمسة. خمسة، ممتاز. ليش خمسة؟ عشان كلهم خمس حروف. ممتاز. ضرب. الان بدنا نمنع التكرار، الحرف اللي بتستخدمه ما تستخدمه مرة ثانية. يعني اربعة. ضرب اربعة. ضرب ثلاث. هذا الجواب، خلصنا. شايف هذا السؤال اللفظي؟ نعم. هذا جوابه. طلع كيف فكرت فيه؟ قلت مهني الكلمة من ثلاث حروف، إذا ثلاث منازل. المنزلة الأولى بقدر أشغلها بخمس طرق، الثانية بأربعة، الثالثة بثلاث. طب هذا بكتبها على شكل لام، شو بتكتبها؟ لام إيش وإيش؟ يلا شاطر لي بالعكس. هذه؟ لام ثلاثة؟ لا. هني كم حرف اللي بدك تكونهن؟ كل المجموعة الكبيرة كم حرف؟ خمس. إذا لام خمسة وثلاث. وثلاث. هيا طلع كيف ماشي؟ بادي بخمسة، بعدين نقصت واحد، بعدين نقصت واحد. زي الكراجات اللي خذناها. نفس سؤال الكراجات تماماً 100%. بس أنا هون شو قاعد بسوي لك معاه إشي زيادة؟ بقول لك إنه اربطه مع التباديل. أنا هناك حليت لك إياه على أساس إنه إيش؟ مبدأ عد. انا حليته هسه كمان مره على مبدا العد، بس ايش سويت؟ حولته لتباديل. بالله بهاي الطريقه صحيح. دائما شوف اللي فيه لجنه، اللي فيه ترتيب، كراجات، حروف، اعداد نحطهم في منازل، تقريبا كل من حلين نفس الطريقه. يلا ننقلب الصفحه. يلا ايش بحكي السؤال هون؟ 9 سين يساوي 5 9 5. ايش بده منك؟ بدي اياك تطلع قيمة سين. ترى هاي من اسئلة الكتاب، ترى كل هالاسئلة قاعد بحلها معاك من الكتاب. كيف بنحلها؟ هاي شوف، هاي انا بدي اعطيك اياها على شكل قاعدة بالاول، قبل لانه ما شرحت لك قاعدة الها. برضو هذول النواع من الاسئلة يا عمار بنحلهن عن طريق التجريب برضو، لكن في منهن الهن قواعد سهل جدا اسويهن. خلينا ناخذ بعض القواعد قبل ما نحل هذول. شوف عندك قاعدة نون فوق صفر يساوي واحد دوما، بس أذكرك نون فوق ميم شو قانونها؟ يلا ذكرني فيها. مضروب النون على مضروب النون ناقص بالضبط، اللي هي نفسها بقدر أكتبها بطريقة ثانية. طلع هي عبارة عن لام نون وميم تقسيم مضروب الميم. وهو هاي لو تطلع عليها كويس اللي هون، هاي شايفها؟ لا. هاي هي اللام، مظبوط ولا لا؟ مضروب العدد على مضروب الفرق بينهم هذول بيطلع هي لام، يعني هاي هي لام ونون على مضروب الميم. سواء اشتغلت على القانون هذا الاصلي اللي احنا تعودنا عليه وبنعرفه، او على هذا القانون نفس الشيء. انا هذا ما بشتغلش عليه صراحه، مش كثير بنشتغل عليه، بس انا بديك انه تعرف انه هذا ممكن اكتبه هيك. نعم. يلا الان لو جيت طبقت على القانون نون فوق صفر الجواب يطلع واحد. واحد خلص قاعده بدون ما نسويها، بدناش نقعد نسوي فيها لانها مش صعبه، بس هذول خليهن عندك ببالك قوانين صراحه بيساعدوك كثير على الحل لما تيجي تحل المعادلات ولا ما معادلات. طيب نون فوق واحد تساوي نون. نون فوق نون تساوي واحد. نون فوق نون ناقص واحد يساوي نون.
افهمك عليهم هذول امثله سريعه. يعني مثلا لو قلت لك 9 فوق 0، يعني مثلا هون 9 فوق 0 ما في داعي تحسب ولا تسوي واحد. على طول جواب واحد. طيب لو قلت لك 9 فوق 1 9 على طول ولا تجاوب شيء. طيب لو قلت لك 15 فوق 15 1 مباشره. لو قلت لك طلع هاي الاخيره، هاي بدك تعرفها كويس. لو قلت لك مثلا 9 فوق 8 بدون ما اسوي ولا شيء. فهمت؟ يعني هون ناقص واحد. يعني ايش يعني ناقص واحد؟ يعني لو حاطط هون 9 بتحط تحت 8، لو حاطط فوق 10 بتحط فوق 9. صحيح. يعني اذا الفوقاني ازيد من التحتاني بواحد شو بسوي؟ نون. بكتب الفوقاني. اها. خلصت. ضايل بس خاصية واحدة، وهي صراحة أهم خاصية. وهي اللي بتحل المسألتين هذولا. شو هي هاي الخاصية؟ خلينا نكتبها تحت. هون نزيد على هذولا خاصية. شو الخاصية بتحكي؟ طلع شو بتحكي؟ بتحكي نون فوق ميم. أيوة. تساوي نون فوق نون ناقص ميم. شو هاي؟ هاي جديدة هاي. هاي أنا ما حكيت لك إياها قبل هالمرة. شو يعني هاي؟ يعني طلع كيف. لو جيت قلت لك مثلا 7 فوق 3 تساوي 7 فوق إيش؟ تساوي 7 فوق 4. شو هاي؟ يعني ثلاثة مع أربعة بطلع 7. أو إذا بطلع على طريقة ثانية، 7 ناقص 3 4، أو 7 ناقص 4 3. نعم. يعني باختصار شو بنقول؟ بنقول إنه العلاقة بين التوفيقة هذه، التوافيق هذه وهذه، إنه لما نجمع اثنين اللي تحت مع بعض بيطلع العدد الأصلي الفوقاني. نعم. يلا خلينا نجرب هون. هون جاي 9 9 س 5. شو لازم تكون س؟ س إلى جوابين، يا إما 5 يا إما إيش؟ يا إما 5 يا إما 4. اللي هي 9 ناقص 5 4. مرة ثانية، كيف بنجيب هذا العدد اللي هون؟ بنطرح هاي ناقص هاي. صحيح. بيطلع اللي هناك. أو إنك تكتب العدد 5 زيه، ما هو 9 فوق 5 يساوي 9 فوق 5، يعني هاي صراحة حل تافه هذا. بعتبره ما بدي إياه، يعني أنت شو جبت لي من جديد؟ ما جبت لي شيء. أنا بدي عدد جديد، اللي هو إيش؟ اللي هو الفرق بينهم. طب كأنك شاطر حل هاي. أنا نفس القواعد. بطرق 9 فوق 5. أنا شو عملت هون عمار؟ قلت 9 ناقص 5 طلع 4. صحيح، لأن نطرح هذول 9 و 3. مش نطرحهم لأنه معطيك اللي تحتانيات، شو بسوي فيهم التحتانيات؟ شو؟ لما بجمعهم؟ التحتانيات بجمعهم. بجمعهم لما يعطيك واحدة فوقانية بطرح. يعني 12. إذا أعطاك واحدة من الفوقانيات بطرح. بطرح. إذا أعطاني اثنتين تحتانيات بجمع. بجمع. 50 شو بدها تساوي؟ 12 زائد 9 يساوي 12. خلصت القصة. أها. يلا أنت أعطيني مثال. أنا بدي أسألك وأنت أعطيني مثال. بدي أقول لك 14 فوق 3 يساوي 14 فوق س. أعطيني قيمة س. 14 ناقص 3 كم؟ 12 11. اذا س تساوي، يعني س تساوي 11 بالضبط. كمان واحده 12 عفوا خربطت، قلت لك س فوق 7 يساوي س فوق 9. كم قيمه س؟ 7 زائد 9. اذا س 14 16. 7 زائد 9 يساوي 16. صعب الحكي هذا؟ لا سهل. كثير سهل. نروح على موضوع ثاني. هسا من اسئله الكتاب، هيني انا فاتح الكتاب بدي اقول لك السؤال، انت ركز عندك، خذ معلومات اللي بدك اياها على الدفتر تاعك وقول لي شو الجواب. سؤال 4 صفحه 203. شو بيقول السؤال؟ بكم طريقه يمكن اختيار مديره، مساعده مديره، سكرتيره، محاسبه؟ كم واحد بدنا نختار؟
مديرة. مديرة، مساعدة، سكرتيرة، محاسبة. أربعة من المختبر خمسة. بين عشر معلمات. من يعني عشر معلمات مرشحات للوظائف. أها. شو بدنا نختار؟ مديرة. مساعدة. وإيش بدنا كمان؟ وسكرتيرة. ومحاسبة قيمة مختبر. سكرتيرة، محاسب، وقيمة. وكم واحد المرشحين للوظيفة؟ عشر. يلا كيف بدنا نحلها؟ بدنا زي الكراجات نحط واحد هنا. احكي يعني اولى الوظيفه الاولى بكم طريقه يمكن ان تشغل؟ بعشرة. ممتاز. الثانيه اللي بعدها بتسعة. اللي بعديها ثمانية. طب ليش مين قال لك انه ممنوع التكرار؟ لانه هذا اخذ الوظيفه خلص ضل تسعة. يا سلام عليك، يعني هي السياق نفسه بقول لك انه لا تكرر. طب ما تكرر على شكل لامات يا عمار. يلا لام ايش وايش؟ لا. واحد اثنين ثلاث اربع خمس لام عشرة. أيوة. وخمسة. وخمسة. برافو عليك بطل. هذا هيك خلصنا لها القصة. يلا خمسة. سؤال خمسة. ما عدا الطرق الممكنة لاختيار خمس اسئلة للاجابة عنها في امتحان الادارة تتكون من سبع اسئلة. سؤال خمسة صفحة 203. شو بيقول السؤال؟ انا عندي يا سيدي سبع اسئلة. كويس. انت مطلوب منك تجاوب على بس خمسة منهم. سبع اسئله. بدنا نجاوب على خمسه عشوائي. كم طريقه بتقدر تجاوب على الخمس اسئله؟ يعني بقول احب اقول بجاوب على اول خمسه. صحيح. احب اقول بجاوب على اول اربعه وبترك الخامس وبعلي السادس، يعني هيك. كم واحد بتقدر تجاوب؟ كم طريقه ممكن تجاوب على هذا الامتحان؟ كم طريقه ممكن اجاوب؟ يمكن اختيار، طلع السؤال، يمكن اختيار خمس اسئله من سبع اسئله. اتذكر التوافيق انا قلت لك اياها لايش بنستخدمها، اذكرك فيها. التوافيق اخذناها لما بتختار مجموعه جزئيه من مجموعه كليه. صحيح. يعني عندي صف في 10 طلاب بدي اختار منهم خمسه، بقول 10 فوق خمسه. فوق خمسه. لو كان عندي مثلا صف في 7 طلاب بدي اختار 5 طلاب، بقول 7 فوق خمسه. اذا هذا السؤال نفس المبدا. 7 فوق 5. 7 فوق 5. وبنروح حاسبينها كيف؟ مضروب السبعة على مضروب الخمسة في مضروب الاثنين. صح؟ صحيح. اللي هو راح تكون 7. 7 في 6 مضروب 5. 5 على مضروب 5 في 2. لأنه مضروب 2 هو 2. هاي بتشطب مع هاي بيطلع 42 على 2 بيطلع 21. بس 2 وين جبناه احنا؟ مع القانون؟ القانون شو بيحكي؟ مضروب الفوقاني على مضروب التحتاني في مضروب الفرق بينهم. فرق بينهم مش لام، هاي توافيق. طيب كمان سؤال. سؤال ستة. اذا كان عدد اعضاء مجلس ادارة احدى الشركات 10 اعضاء، كل عشر اعضاء واحد 10 من ضمنهم 4 سيدات. يعني لو نعمل لك سؤال ستة صفحة 203 نعمل رسم الدل على هذا، هم كلهم 10 اعضاء. عشر. كلهم 10 اعضاء منهم 4 سيدات. شو فهمت؟ يعني 6 رجال واربعة سيدات، مش هم هيك؟ هو هيك الوضع. كويس. ما عدا طرق اختيار رجلين وسيدة من الاعضاء لتمثيل الشركة في احد المؤتمرات. رجلين وسيدة. رجلين وسيدة. ما عدا طرق اختيار رجلين وسيدة. زي اللي فوق من حلو. يعني مركب شوي هذا. انت كم طريقة بتقدر تختار رجلين؟ رجلين؟ هم كم واحد كلهم؟ ستة. بدي اختار منهم اثنين، اذا ستة فوق اثنين. فوق اثنين. ضرب سيدة. اربعة فوق واحد. لو قلت لك سيدتين ورجل. سيدتين ورجل. يعني بتصير 4 2 6 1. ضرب 6 فوق 1 بالضبط.
طب لو قلت لك رجلين وسيدتين، افرض صارت اللجنة من أربعة رجلين أربعة وسيدتين، أربعة اثنين وستة اثنين، بض أربعة ترى أبدأ العد. بعدين شو بتسوي؟ ما خلصنا الحل، بدنا نكمل حساب هسه. بنجيب مضروب الستة على مضروب الاثنين في مضروب الأربعة، نحسب هاي لحالها. ضرب متذكر نون فوق واحد شو بيطلع الجواب؟ صفر. نون نون فوق واحد نون، نون أربعة فوق واحد نون، هاي أربعة. هاي السريع خلصتها. يلا كمل، هاي راح تطلع ستة في خمسة في مضروب الأربعة على اثنين في مضروب الأربعة. طبعا عارف إنه مضروب اثنين هي اثنين، عشان هيك بكتبها اثنين. هاي شطبت ضرب أربعة ما لهاش دخل في الموضوع، على اثنين واحد على اثنين ثلاث، يعني حساب بس، 15 في أربعة ستين. إذا الجواب 60 طريقة. طيب السؤال السابع اللي هو آخر سؤال في هذه المجموعة عشان ندخل على درس جديد. مجموعة مكونة من 8 طلاب، 3 معلمين. يلا نعمل صندوق زي ما سوينا قبل شوي، 8 طلاب و3 معلمين، حلو هيك؟ نعم. جد عدد الطرق التي يمكن بها تكوين لجنة رباعية مكونة في الحالات التالية. بتعطيك حالات وتقول لي أنت كم طريقة ممكن نكون اللجنة. ألف، تتكون اللجنة من 3 طلاب ومعلم. 3 طلاب ومعلم. معلم. يعني 3 على 1. لا، 8 فوق 3، لأنه بدك تختار 3 طلاب من 8 طلاب. طلاب، انا ما انتبهت استخدمت بين المعلمين. صحيح، عيد، 3 طلاب تاخذهم من 8 طلاب، من 8 صحيح، من 3 معلمين صحيح. ب، انا ما راح اسوي الحساب، انت بتسوي. ماشي. اللي بعده، تتكون من معلمين على الاقل. ايش يعني معلمين على الاقل؟ يعني استاذين. اول شيء اللجنه من كم واحد بدها تكون؟ من 4. ايش يعني معلمين على الاقل؟ يلا نكتبها نفهمها. هاي بدها ترجمي بالاول بعدين نجاوب. استاذين يعني؟ لا، ما بدك تترجم لي شو يعني على الاقل. يعني ما يعني تاخذش واحد. لا احكي احسن. معي جيت ليرتين على الاقل، شو فهمت؟ على الاقل؟ على الاقل ليرتين في جيبتي. يعني يا ليرتين يا ثلاث يا اربعة يا خمسة. لا. صحيح. ليرتين وطلع. مضبوط ولا لا؟ صحيح. الأكثر شو معناته؟ الأكثر؟ الأكثر من ليرتين مش ليرتين. أقل من ليرتين. كي. معاي بجيبتي ليرتين على الأكثر. على الأكثر. أكثر إيش ليرتين؟ أكثر إيش ليرتين؟ يعني يا ليرتين يا ليرة يا ولا ليرة. أها. طيب خلينا نحل عليها يا سيادة. معلمين على الأقل، نأخذ الحالة الأولى. لا يعني يا إما بدنا نختار 2 معلمين. أو 3. تكون 3 فوق 2. وساعتها بتكونوا الاثنين الثانيين طلاب. اها. مضبوط ولا لا؟ صحيح. لجنة أربعة. اثنين معلمين واثنين طلاب، لانه اللجنة عمار بدها تكون من 4. بصير اختار بس 2 معلمين وانسى الباقي. او طالب واحد. ايوه. وثلاث معلمين. صحيح. طالب واحد وثلاث معلمين. اذا هون 8 فوق 1 وثلاث معلمين. ثلاثة صبعات. طب بصير نختار اللجنة كلها معلمين؟ لا. ليه؟ لأنه كسبة ثلاثة أصلاً إحنا من 4. أيوة، شوف لو كانوا المعلمين 5 نختارهم كلهم. بقدر أختار إنه 4 معلمين وصفر طلاب. صحيح. وصلت الرسالة كيف؟ مفهوم. طب نجاوب من عندنا هسه عياد، لو حكيت لك معلمين على الأكثر، أي من عندي السؤال. يعني 2 أو أقل، يعني 2 أو 1. بدك 2، معناته 8 فوق 2 ضرب 3 فوق 2، هاي معلمين. أو معلم واحد وثلاث طلاب، 8 فوق 3 ضرب 3 فوق 1. أو أول معلم واحد. يعني 8 فوق 4 ضرب 3 فوق 0. فهمت هاي الأخيرة؟ فهمت. أنا ما أختار ولا معلم. وشو اختار؟ او اختار 1 أو 2. ايوه. رئيس اللجنه ونائب من المعلمين والباقي من الطلاب. بدنا نختار
رئيس اللجنة معلم، نائب الرئيس معلم، وباقي اللجنة طلاب. باقي اللجنة طلاب. طيب سؤال، بكم طريقة بتقدر تختار رئيس اللجنة؟ رئيس اللجنة؟ اثنين على ثلاث. رئيس تختاروا بثلاث فوق واحد. ثلاث فرق. اي معلم ممكن تحطه؟ رئيس ضرب اثنين فوق واحد. شيلي ليه اثنين فوق واحد؟ نعم. ليش صارت اثنين فوق واحد؟ يعني عشان نختار واحد راح. خلص واحد راح، المعلمين نقصوا واحد صاروا اثنين، بتختار منهم واحد. ضرب الان بدي باقي اللجنه يكونوا طلاب. طلاب. هم كم طالب اللي عندك؟ ثمانية. وبدي اختار منهم كم واحد هسه؟ اثنين. اذا بصير ثمانية فوق اثنين. صحيح. شايف هذول الاسئله، هذول اخر اسئله بدك تعيد عليهم مره ثانيه. ما بيجيب اصعب من هيك يعني. اها. بس احفظ يعني هون شو اللي بدك تحفظه، مش هو مش حفظ، هي شغله فهم صراحه. انه تفهم شو يعني على الاقل، شو يعني على الاكثر، شو يعني رئيس ونائب ومن الطلاب، ايش يعني انه يعني هيك تحفظ هالالفاظ هاي، تصير متالف معاها، اذا صرت اليف معاها بصير سهل جدا جدا جدا. طيب ننتقل على موضوع ثاني اسمه المتغير العشوائي المنفصل. بس السؤال هاي انا مشكلتي لما اجي احل الاسئله بلشت تخربط، انه هذا السؤال شو اللي بده اياه يعني. دارس سيخه الاسئله عمار. هون الحفظ. انت اول شيء تعود تحل السؤال عادي اللي تعلمنا عليه. سكر عليه ورد حله مره ثانيه، تدرب عليه. كويس الحكي. طب تدربت عليه، الان شو بدك تصير تسوي؟ بدك تجرب تشوف اجاك سؤال جديد. طب هذا السؤال الجديد بيشبه هذا السؤال بالضبط، نفس الالفاظ نفس الطريقه نفس الترتيب. اذا نعم معناته بنحل بنفس الطريقه. الطريقه. اما اذا طلع فيه لفظ غير او يعني معنى ثاني، معناته بجوز يكون زي هذاك النوع، زي النوع الثاني. اني كل انت نوعين او ثلاثه اللي عندكم يعني مش كثار. التباديل نوع، التوافيق نوع، ممكن نجيب لك سؤال مخلط توافيق وتباديل زي اخر واحد هذا. صحيح. يعني انا لازم يعني زي ما تقول حافظ شكل. اتدرب. بالضبط، اتدرب، عيد عليهم. اسئلة الكتاب تعطيك ايش هن المسائل الرئيسية اللي لازم تكون عارفهن. لما تكون عارفهن كويس بصير سهل جدا انك تحل اي سؤال ثاني. مع الممارسة، وانا بساعدك فيها. يعني انا ليش بقول لك حل؟ عشان اقدر اساعدك. لان انت لا اول شيء تتدرب لحالك. بعد ما تتدرب لحالك بنيجي مع بعض، بصير اوعيك والله هاي زي هاي، هاي مش زي هاي، لا انتبه هون كذا. بعد شوي بصير مألوف عندك الاسئله، بصير سهل ان شاء الله. صحيح. هسه ياد خلينا ناخذ بس اليوم عن المتغير العشوائي المنفصل. الدرس راح ينربط مباشره مع مين؟ مع الدرس اللي بعده اللي هو نفس الدرس، يعني توزيع ذات الحدين. توزيع ذات الحدين، ما راح ادخل على توزيع ذات الحدين هسه، راح احكي بس عن المتغير العشوائي المنفصل وبس. نعم. شوف يا سيدي، خلينا نبدا بمثال واحد هو من امثله الكتاب، مش راح اكتبه كامل، صفحه 204. بيقول اذا دل المتغير العشوائي، انتبه كيف راح اكتبه بس لانه بدي منه غرض صراحه. إذا دل المتغير العشوائي، أول ما تسمع سؤال زي هيك بتفتح ذانك بعد كلمة إذا دل المتغير العشوائي. المتغير العشوائي على إيش؟ أيوة، إذا دل المتغير العشوائي سين، اسمه سين المتغير العشوائي. في تجربة على عدد الأطفال الإناث، دل المتغير العشوائي سين على ايش؟ على الاطفال الاناث. عدد الاطفال الاناث، يعني عندك اسر بيسالوا كم بنت عندكم في الاسره؟ لو قال ولا بنت، اذا سين تاخذ القيمه ايش؟ صفر.
صفر. ممتاز. لو قال عندي بنت وحدي واحد. لو عنده بنتين اثنين. لو عنده ثلاث وهكذا ثلاث. وهكذا ثلاث. طب سؤال، بصير واحد يطلع عنده بنتين ونص؟ لا. يعني هذا قيم من المتغير العشوائي باختصار شو راح تكون؟ صفر. اثنين ثلاث أربعة إلى ما لا نهاية. صحيح. حلو الحكي. هاي نظريا طبعا. يلا بعيد السؤال. إذا دل المتغير العشوائي سين على عدد الأطفال الإناث في تجربة اختيار عشوائي لعائلة لديها طفلان، كم عدد أطفال، كم عدد الأطفال في العائلة؟ اثنين. في العائلة يساوي طفلين. ممتاز. مفهوم. وتسجيل النتائج حسب الجنس وتسلسل الولادة، فاجد القيم الممكنة للمتغير العشوائي سين. طب خلينا نطلع عليك تجربة عشوائية. عائلة عندها كم طفل؟ اثنين. اثنين. تعال نسويها زي شغلة الشجرة. أنت بتعرف العائلة اللي يكون عندها طفل أو عندها مولود يعني زي شغلة النقد. مهم. نسوي شجرة. العائلة الأولى. عندنا طفلين. العائلة عندها طفلين. المولود الأول ممكن يكون ذكر أو ولد. خلينا نحط ولد. ولد. بنت. نذكرها سويناها الشجرة تاعت قطعة النقد. المولود الثاني ممكن يجي يا ولد يا بنت. وهنا ممكن يجي ايش؟ ولد يا بنت. ولد يا بنت. في غير هيك؟ صحيح. شو اسعيات لو بدنا نكتب الفضاء العيني تاع هذا التجربة العشوائية راح يطلع بهذه الطريقة. طلع كيف؟ ولد ولد اللي هو هذول يطلع ولد ولد أو ولد بنت. يطلع ولد بنت أو يطلع بنت ولد أو يطلع بنت بنت. يلا نكتب سين. سين تدل على إيش يا سيدي؟ على أطفال الناس. يلا شو أكتب هون؟ من هون شو بستفيد؟ ولا إيش؟ صفر. مش ولا إيش؟ صفر. إنه عدد الإناث صفر. صفر. مش ولا إشي. صفر اسمه. هناك واحد. 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 أنثى واحدة. وهون أنثى واحدة ما بكرر ما بكتب واحد مرتين. وهون. أنثيتين. إذا شو قيم المتغير العشوائي تاعتي؟ صفر واحد. ايه؟ صفر واحد. طب سؤال أعطيني الاحتمالات. لام سين. شو يعني لام سين يساوي صفر؟ طلع كيف بدي ترجمها؟ بقول لام سين يساوي صفر يعني شو احتمال انه يطلع العيلة عندها ولا بنت؟ ولا بنت. يعني يطلع ولدين. صحيح. هاي واحد من كم هذول؟ واحد من اربعة. لانه هم اربعة، الامكانيات عندي اربعة. اربعة. طيب انه يطلع بنت واحدة. واحد على اربعة. لا اثنين على اربعة. اثنين على اربعة صحيح. لانه هذول الثنتين بدلين على انه في بنت واحدة في العيلة. صحيح. وهاي؟ هاي واحد على اربعة. شوف يا سيدي. اجمع لي هذول اللي تحت تحت لامسين، اجمع لي اياهن. ربع اربعة على ربع. اربعة على اربعة. يعني واحد. واحد. هذا شايف الجدول اللي انا كونته؟ شايف هذا الجدول؟ هذا اسمه جدول التوزيع الاحتمالي. توزيع الاحتمال. يلا مثال ثاني. إذا دل المتغير العشوائي سين على عدد الإناث في العائلة. كويس؟ نعم. يعني نفس السؤال. إذا دل المتغير العشوائي سين على عدد الأطفال الإناث في تجربة اختيار عشوائي لعائلة لديها ثلاثة أطفال مش طفلين. ثلاثة أطفال كثير. ثلاثة أطفال كثير. كويس. بدنا القيم الممكن المتغير العشوائي يكون جدول التوزيع الاحتمالي. يلا هات تمام. الآن أنا ممكن أتخيل إنه العائلة تبدأ عندها ولد أو بنت. بنت. يلا نعمل الشجرة. الآن إذا كان الولد الأول، إذا كان المولود الأول ولد، الولد الثاني، المولود الثاني ممكن يكون ولد أو بنت أو ممكن يكون ولد, ولد أو بنت. الآن هنا ممكن يطلع ولد أو بنت. ولد أو بنت. هون كمان ممكن يطلع ولد أو بنت. هون ممكن يطلع ولد أو بنت. هون ممكن يطلع ولد أو بنت. خلصنا؟
خلصنا. نعم. يلا نكتب الحوادث تبعاتنا. ولد ولد ولد. صح؟ صحيح. يلا الثاني. ولد 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 بنت. أنا بقرأ من الشجرة. هيك. ولد ولد بنت. يلا كمل. ولد بنت ولد. ولد بنت ولد. يلا كمل. ولد ولد بنت بنت. يلا كمل. وبنت ولد ولد. ولد ولد. كمل. بنت ولد بنت. كمل. بنت بنت ولد. بنت بنت بنت. ممتاز. ظل إشي. لا. يلا أعطيني قيم المتغير العشوائي المرتبطة بهذا الكلام. على هذا المتغير العشوائي، شو هي قيم المتغير العشوائي؟ عشوائي. في الأولى صفر. صفر. هاي صفر. وبعدها واحد. 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 دقيقة. متأكد؟ أنا كتبتين، بس أنت تأكد إني أنا كتبت صح. صحيح. ما في أربعة. لا. تاز. كلهم ثلاث. العشوائي يا سيد عمار هني فقط اللي أنا كتبتين فوق هذولا. صفر واحد. صحيح. ثلاث. مبينات ليش؟ أم بينات ليش؟ لأنه يا العيلة بيكون عندها ولا بنت، يا بيكون عندها بنت واحدة، يا بنتين، يا ثلاث. بس. ما احنا ثلاث عيلة، يعني ثلاث أطفال، ما عندناش أكثر من ثلاث أطفال. صحيح. أعطيني لامسين هالسايات الاحتمال. لامسين. الصفر من وين جبناها؟ يعني فيش ولا بنت. واحد ولا ولد. شو احتمالها هاي؟ واحد. واحد. من على على قديش؟ ثمانية. صحيح. هاي واحدة، هاي ثنتين، هاي ثلاث، ها طلع كيف؟ هاي أربعة. بعدهم عشان أتأكد إني أنا بشتغل صح. مظبوط؟ لا هاي بنتين. ها معلش بس بعد أنا قاعد أنا عديت كاملات. شايف هذول المسلسلات اللي حطيتين هذول هن الفضائل عيني. يلا عدهم تلاقيين ثمانية. ثمانية. إذا هاي اللي مرتبطة بصفر. هاي خلصنا أول واحدة. يلا وريني المرتبطة بالواحد. واحد واحد اثنين هاي واحد أربعة ثلاث هاي أعدها هاي أعدها لا لا هاي صاروا كم صار ثلاثة بس هذول ثمانية يلا بدنا الاثنين ثلاثة وين ثلاث منهم هاي واحدة هاي ثنتين وهي ثلاثة إذا اثنين على ثمانية ثلاثة على ثمانية ثلاثة على ثمانية برافو عليكم صح صح يلا الأخيرة واحد واحد على ثمانية اللي هي مين اللي هي هاي اللي فيها ثلاث صحيح ثلاثة ثبت هذا الجدول شو سميناه جدول العيني التوزيع الاحتمالي الاحتمالي كيف تتأكد من شغلك صح ولا لا جماعة يا جماعة هم قد كم لازم يطلع الجواب؟ جواب؟ ثمانية ثمانية على ثمانية ثمانية لازم يطلع واحد صحيح إذا ما طلع واحد في شي غلط في شي غلط 100% في مرة زيادة طلع طلع شي غلط هيك صح 100% احنا شغالين صح يا جماعة حلو واحد وثلاث أربعة وثلاث سبعة وواحد ثمانية مزبوط 100% طيب سؤال ثاني إذا دل المتغير العشوائي س على عدد مرات ظهور الصورة عند رمي قطعة نقود ثلاث مرات. اكتب الفضاء العيني وثم جد القيم الممكنة وكون جدول التوزيع الاحتمالي. يعني ثلاث مرات صورة كتابة. طيب بدي أسألك جواب هذا السؤال بيختلف عن اللي حليناه هسه على الأولاد؟ لا زي كأنه بنت ولد. ثلاث مرات رمينا هي يعني جوابه هيك خلاص هاي حله نفسه شايف انا هذا اللي بقول لك يا عمار كيف الاسئله انه بتلاقي انه متغير طب هون حكى قضيه نقد هون حكى ولادي طب ما هن زي بعض نفس الشيء لو قلت الفريق فدخل على مباراه يا بفوز يا بخسر يا بفوز يا بخسر طب ما نفس الطريقه راح يعطي نفس النتائج نفس الشيء صحيح طيب مثال ثاني ناخذ مثال ثاني اتوقع مش عندكم امثله انتوا يعني امثلتكم بسيطه بنسميه هذا اقتران احتمال للمتغير المنفصل
طيب مثال ثلاث السيد خلص فهمنا ايش معنى التوزيع الاحتمالي او جدول التوزيع الاحتمالي او بيسموه اقتران احتمال. شو بيسموه؟ صحيح اقتران احتمال. احتمال لازم تكون كل واحدة من هذولا موجبة، احتمالات تكون كلها موجبة، ولازم يكون مجموعها بيساوي واحد. سؤال ثاني، إذا كان طلع بدي أكتب السؤال بس عشان جديد لأنه في صيغته، إذا كان التوزيع الاحتمالي، الجدول هذا على فكرة بسموه جدول التوزيع الاحتمالي، إذا كان التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي، للمتغير العشوائي سين يعطى بالعلاقة أو يعطى بالمجموعة، وممكن يعطيك إياه على شكل جدول، ممكن يعطيك إياه على شكل أزواج مرتبة. طلع كيف؟ بكتب لك هيك، طلع 0.2 هيك السؤال، أنا قاعد بكتب بالسؤال بس. جت قيمة باء، شوف صيغة السؤال كيف صايرة؟ طيب شو هاي جديد يعني ما مرتش علينا؟ لا مرت، أنا بقول لك كيف إنها مرت، هسا بتشوف ما سأل إنها مرت. هذا لما يعطيني أزواج مرتبة بهاي الصورة أنا مني لحالي بروح بعمل جدول. تعودت على الجدول قبل شوي؟ صحيح. بروح بعمل جدول زي هيك. حلو؟ وبكتب هون سين، هون سين، وهون لام سين. شكل تعودنا قبل شوي عمار؟ هون بحط صفر. عارف شو الصفر منين جبته؟ السين للزوج الأول. السين للزوج. بعدين بحط واحد. نقلني اللي بعده، شو احط؟ اثنين. بالضبط. خلاص اكتب شيء ثاني؟ لا. لا. طب شو اكتب هون في الاحتمالات؟ احتمالات. يعني هاي سين وهاي لام سين. فهمت كيف الفكرة؟ هاي حاجة لك وهاي باء. يلا حس حل اللي اياه، طلع لي قيمة باء. قيمة باء بقدرش احولها بال من العشرة ل... يعني يصير اثنين على العشرة سهل لك يا رجل. ايه العشرة سهل لك. يعني اسمع كيف 0.6 هاي اعتبرها 20 قرش. و40 60 قرش. 60 والمجموع لازم يكون ليرة. يعني 40. اذا باء 40 قرش. 40 قرش. قرش. هيك يعني. فهمت. يا اسهل شيء، لو ايش تحول لي عادي وتعمل توحيد مقامات وقصه. هاي اسهل. او اذا بدك تعملها بطريقه رسميه بتقول 2 زائد 4، بتحط الفواصل تحت بعض وبتجمع بتطلع 6. 1 صحيح 100 يعني كانها ناقص 6 ويساوي 4. هاي طريقة انك تسويها او تسويها شفوي يعني بداج الفيلم. طيب سؤال ثاني يا سيد عمار، نشوفك شاطر ولا مش شاطر. بدنا نعطيك جدول صاير زي هيك، سين لام سين. حلو الحكي. وجينا عملنا لك هيك، عملنا لك هيك، وعملنا لك هيك. بكف. حلو الكلام. اعطيتك هاي صفر، ولازم ابدا بصفر دائما المتغير العشوائي. لا مش بالضروره تبدا بصفر، ممكن يكون يبدا باي شيء يعني. حلو الحكي. واعطيتك هاي 2، واعطيتك هاي باء، واعطيتك هاي 5. طلع باء 30. يا سلام، يعني 3/10 30 من 100. نسيمي هي يعني شو ما سألها اللي هي 1 ناقص 7 من 10.
صحيح. كان لازم يطلع مجموع هذول اللي هنا الاحتمالات يساوي واحد. واحد. صعب الحكي؟ لا مفهوم. سهل جدا جدا. هذا هو اسم المتغير العشوائي الايش؟ المنفصل. المنفصل. مثال عليه وتطبيق عليه ايش اسمه؟ نظرية ذات الحدين. هاي اللي راح ناخذها المرة الجاية. آه. ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي يا سيد عمار. بدك تعد لي عليها الحصة هاي كويس. ان شاء الله. هسه بدنا نحل الأسئلة هذول. سهل يعني بصير سهل. آه. بإذن الله. ان شاء الله. يا الله.